واحد بيقول الاستحلال هل هو خطية نعترف بها، وهل يؤثر على الصيام، وهل يؤثر على ذهابي للكنيسة، وماذا افعل لو حصل عندي استحلام بالليل؟ هل الاستحلام مصحوب بحلم شرير ولا لا، ولا مجرد مواد في جسمك زائدة خرجت؟ هل يؤثر على ذهابي للكنيسة؟ على حسب تعليم الكتاب المقدس في العهد القديم كان يقال يظل الشخص نجسا الى المساء على الاقل، ان لم يكن نتيجة خطية او افكار وحشة او احلام وحشة فيبقى لابد انك انت تستحم وتتنقى ولا تذهب الى الكنيسة الا في المساء، وطبعا ده يمنعك عن المناولة.